اول مباراه قدمتك لجماهير الكره المصريه كانت فين؟ هنا في الزمالك، في الملعب ده. الملعب ده كانت ايه؟ كان الزمالك والترسانه سنه 70 في عيد العمال، وكان هنا في حوالي في الملعب حوالي 40,000 متفرج، وانا كده نازل قصير صغير ونحيف ما حدش يعرفني الا الناس اللي بتبقى متواجده مع الاشبال، والناس ايه ده مين ده يعني. ما انا يعني لعبت بظروف يعني ظروف كده يعني ربنا يعني وفقني، او ربنا ما بيكون كاتب شيء الانسان بيشوفه. كان الكابتن حسن شحاته المفروض يجي، كان جاي من الكويت اجازه وكان المفروض يلعب المباراه دي، وجي سافر، كان والده الله يرحمه تعبان فسافر راح البلد. فالساعه كنت بلعب تحت 17 سنه هنا ماتش الساعه 10 الصبح، فلقيت بعتلي انك بين الشوطين استنى ما العبش ليه يا جماعه، قالوا لي انت الفريق الكبير عايزك. ففضلت قاعد، دخلت بقى الاوضه الكبيره الاول، رحت اكلت في المطعم مع اللعيبه الكبيره، كنت خايف فخفت حتى مش قادر اكل، مش قادر يعني مش قادر، ما كنتش بعرف امسك شوكه وسكينه بقى، فمش قادر اكل بقى براحتي قدام اللعيبه. وبعدين وبعدين قعدت بقى، قعدت مكسوف مش قادر، انا كله بقى بياكل بالشوكه وسكينه مكسوف، فعايز اكل بايدي مش قادر يعني. فقعدت شويه كده لغايه ما اللعيبه ابتدت تنسحب، واكلت الله يرحمه كابتن رأفت عطيه قاعد جنبي، كلت قال لي كل ما تتكسفش. كابتن رأفت عطيه الله يرحمه، نعم، كان بيمرني، فقال لي كل ما تتكسفش، فكلت. وبعدين جيت اوضه اللبس، دخلت اوضه اللبس خايف يعني، اللعيبه ارانات مصر قاعده في الاوضه يعني، كان ايامها كابتن نبيل نصير موجود وكابتن علي محسن، كل اللعيبه اللي موجوده وحماده امام وعمر نور وياكن، لعيبه ارانات موجوده. هلع زي انا خايف العب في نص يوم. ارانات يعني ايه؟ كبار قوي اسامي يعني الواحد يتمنى يعني يشمها مش يقلع جنبيها ولا يعني فالمهم قلحت جنبيهم، وفي بدايه يعني ابتدوا يشجعوني، وكان في كابتن احمد مصطفى وكابتن احمد رفعت، المجموعه دي كلها موجوده، فابتدوا يقولوا لي شد حيلك النهارده. انا طبعا انا عارف اساميهم، هم مش كلهم يعرفوني طبعا، فسلموا عليا وقالوا لي شد حيلك وجود لك وكلام، ونزلت الملعب. انا شفت الجماهير ما بقتش قادر اقف على رجلي يعني، شفت الجماهير، انا من النوع اللي بحب التحدي دايما ما بخافش، لكن شفت 40,000 متفرج هنا، وطبعا كانوا بيقولوا بصوا شوف حماده بيعمل ايه، بتهز الاستاد وحماده نازل، حماده امام. فنزلت الملعب، واول كره جت للكابتن مصطفى رياض راح مرقصني راح جايب جول. انا طبعا مش قادر اقف على رجلي. وبعديها طبعا ابتدت بقى الناس يعني بتتكلم بقى في المدرجات، انا عارف بقى شعور، بعد كده اكتشفت شعور المدرجات لما الناس تعمل اللغه دي يعني غضبانه. الهمهمه غضب. غضب في المدرج. وبعدين في بعديها كوره جات لي، رحت باصي كوره لعيد عبد الملك راح جايب جول، الناس ابتدت تقبلني بقى شويه. كوره تانية رحت جاي مرقص الديفنس بتاع نادي الترسانه ده، وبدل ما اجيب جول لقيت الكابتن عمر نور جاي من ورا، رحت مبصها له راح جايبها جول. ابتدت الناس بقى ابتدت اسمع رؤى يعني، ابتدت الناس تقول رؤى بقى، الناس اللي عارفاني هنا ابتدت تقول للجماهير اللي ما تعرفنيش ده اسمه فاروق.